تحت شعار مننزع لغم ومنزرع شجرة، وضمن برنامج بلان ماستر كارد عطاء، نظم بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع الجيش اللبناني زيارة إلى سوق الغرب، حيث تم غرس 500 شجرة صنوبر و100 شجرة زيتون في حقل تم تنظيفه من الألغام، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصرف السيد سعد أزهري، العميد رفعت شكر من الجيش اللبناني وممثل من شركة ماستر كارد ورئيس بلدية سوق الغرب. وأكد الحاضرون على أهمية المبادرة الوطنية التي أطلقها بنك لبنان والمهجر مع الجيش اللبناني. كان أستاذي بالعود أعمى اسمه أمين عزار الخوري بطرابلس بالزهرية مقابل مدرسة الروم، وكنت أوقات صلح له بعض الأوقات قولوا له لا بيعملوا هالشغل البهدلي مثلا، ليش هيدا طيطب من هون لقدام أو يقلب الورم أو هيدا بتفلت أوقات، هيدا الفرس أوقات بتفلت أوقات هاودي بيفلتوا أوقات السورة من جوا. بعدين قلت ليش ما أنا بعمل شي منيح، بلشت حطيت فكري بدي أعمل، بلشت أعمل الأوليب بالأول، هيدي منلفة على أوليب، هيدي الطاسة منلفة على أوليب. الأوليب صممته من نفسي يعني، وعن أعمله حتى في ناس حلفوا يمين أني بدي أخوت أنه كيف بدي أعمل عود، أنا ماني متعلم عند حدا ولأنه شايف حدا عن يعمل عود، وقبلنا وعملنا وطلع عود ممتاز. ودق عليه وقت وديع الصافي جو مرتين، عملت عود كمان بشكل الجيتار، عندي واحد منه جوا إذا بتحب تشوفي هلا، بس مكسر وقعته مرتي من فوق لتحت. هيدي بنلفهم على الأوليب، بنحط أول شيء وحدة بالنص، بنصير نصف بنوقعهم على بعضهم وبنغريهم وبدعمهم من جوا كمان تيطلعوا قوية، حط لهم تدعيمي من جوا غريب من شوارع. والوجه هيدا فيه صورة من جوا الوجه تيهدوه عريات هالأمريب هالفورميكا ما بتبرأ، وعزمت هون أولا بحط فورميكا بس هيدا لأنه خشته قاسي كتير جاي. هون هيدا معمول بالسبعينات، هيدا يعني مش 40 سنة، وهذا بدون لمعه.